التواصل مستمر مشاهدين الاعزاء، ورابع الاشواط تعلن فيه الانطلاقة على هذا الشوط وهو الخاص بالجعدان الفطاميين في رابع الاشواط في ارضية هذا الميدان، ميدان دستور في المرموم في انطلاقات هذه التحديات. سن الفطاميين سن الصغار، نسير مباشرة نبحر في عمق الميدان هناك على المراكز الاولى. قدمنا شوي، خلنا نشوف الرقم على المركز الاول، وهذا هو من يسيطر على الجعدان ويقودهن. مولع الظاهر انه مولع بتنافس هذا الشوط، مهير بن علي بن راشد الكتبي بالقوم على ما اعتقد اللي بالمركز الاول، بينما المركز الثاني شاهين لعلي بن سعيد بن محمد النعيمي يتقدم على ثاني المراكز. ولا هناك يا سلام، هذا الثالث رقم خمسة، هذا رقم خمسة من أي شوط أبو سلطان؟ من الشوط الثاني. بنقلب أوراقنا بنشوفه من الشوط الثاني من هو رقم خمسة اللي مسيطر يستاهل إذاع بالمركز الأول. هذا شاهين حياب بن قنون بن سعيد الكتبي، هو اللي في المركز الأول، شاهين حياب بن سعيد بن قنون الكتبي يسيطر على المقدمة ويقود الجعدان. يا سلام. بينما المركز الثاني هذا هو شاهين لعلي بن سعيد بن محمد بن عيمي يتقدم على ثاني المراكز. الاثنين ما شاء الله باعده وبينه وبين البقية، وهذا رقم خمسة اللي هو مولع المهير بن علي بن راشد الكتبي. هذه النتيجة. ولكن هنا شاهين حياب بن قنون بن سعيد الكتبي يتقدم يسيطر يا سلام على المركز الأول ويباعد بينه وبين بقية المراكز ليعلن الفوز في هذه الشوطة. هذه لحظات الوصول، تهانينا يا بن قنون على الفوز في هذا الصباح تقريبا للمرة الثانية. هذا الاسم بن قنون يفوز في هذا الانطلاق. المركز الثاني اللي هو رقم خمسة اللي هو مولع المهير بن علي بن راشد الكتبي، والثالث اللي في المركز الثالث شاهين لعلي بن سعيد بن محمد النعيمي. التوقيت الزمني دقيقتين وعشر ثواني، توقيت ممتاز تقريبا الأفضل في هذا الصباح.